الحقيقه فيتوريا مش بس فاجئ منتخب بلجيكا، ده فاجئنا احنا شخصيا بانه بيلعب ضغط متقدم على دفاع بلجيكا وهو بيبني الكوره. كانت النتيجه انه قدر فعلا يغلط دفاع بلجيكا كذا مره، منهم المره اللي قدرنا فيها نسجل الهدف الاول عن طريق مصطفى محمد. والطريقه الجريئه دي ايام كوبر او ايام كيروش كنا ممكن نعتبرها ضرب من ضروب الخيال لا يمكن اصلا نتخيلها، فالجرأة دي تحسب لفيتوريا. مش بس كده، ده في الشوط الثاني نزل بينفذ جمله معينه واضحه ومحدده عن طريق ان محمد صلاح يدخل لقلب الملعب، واول ما يستلم الكوره مصطفى محمد ينزل وياخد مع المدافع يفضي وراه مساحه ينطلق فيها تريزيجيه وتتلعب الكوره من صلاح لتريزيجيه. 3 مرات اتنفذت فيها الجمله دي، منهم المره اللي جه فيها الجون الثاني في اول دقيقه من الشوط الثاني. اما اكتر حاجه لفتت نظري وعجبتني النهارده في المنتخب هي قوه الشخصيه، قد ايه اللاعب اللي شخصيته قويه مهم جدا جدا. شفنا ازاي اكرم توفيق بيلعب على واحد زي كراسكو بمنتهى القوه، كراسكو احتاج 75 دقيقه عشان يعمل اول فرصه حقيقيه اللي صنع فيها الهدف الوحيد لبلجيكا. شفنا كمان مصطفى محمد اللي انا تخيلت ان اول ما يلاقي نفسه قدام دي بروين هيتخلص من الكوره يشوطها يبصيها، لكنه اختار انه يرقص دي بروين ويحطها متقنه جدا جدا في الزاويه البعيده. شفنا كمان قوه شخصيه حجازي وهو بيبني الهجمه، شفنا كمان قوه شخصيه طارق حامد وهو بيحجز وبيحط جسمه وبيخطف الكوره، ده غير زيزو وامام عاشور لما نزلوا. وقوه الشخصيه في جيل زي ده ما لعبش كتير قدام جماهير حاجه لازم يتبني عليها.